في غزة تحديدا متفاعلين جدا جدا مع الأهلي. نسيت أقول لك إن الأسبوع اللي فات أخونا علاء خالد مؤسس ورئيس رابطة محب الأهلي كان عيد ميلاده في يوم عيد ميلادك. وكان نفسه يتصل يبارك لك، قال لك أنا مش مهم بس عايز أبارك لا نبارك له بقى طبعا يعني. فكل سنة وأنت طيب يا أستاذ علاء، وأخونا أسامة عمر وكل وضياء وكل الشباب الجمال أعضاء رابطة الأهلي في غزة. أيضا الأستاذ جهاد الباز واحد من شعراء غزة، كاتب قصيدة كويسة في حق الأهلي في هذه المناسبة. أستاذ جهاد أهلا بيك. أهلا بكم يا سيدي، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ جهاد، وسعداء بالتواصل معاك. سعداء بالتواصل معاك، وأسعدتنا القصيدة اللي بعتت لنا كام بيت منها، فارد نسمعها مع كل السادة المشاهدين. يا سيدي احنا يعني مع الأهلي قلبا وقالبا من حوالي سنة 60 تقريبا. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. تعلمنا في مصر يعني، ونلنا شهادة الدكتوراه من مصر جامعة عين شمس. تمام يا دكتور. الإنسان لا يمكن ينسى يعني الجميل ده أبدا. تمام يا دكتور، اتفضل. القصيدة معايا. اتفضل. من قلب غزة أرتقب فوزا حميدا مقترب، عندي ألم لا أنكره، عندي أمل لن أفقده، عندي حبيب لا يبالي بالمحن، نادي المبادئ كنت يوما كالشهاب، ورعاك رمز صامد يدعى بمحمود الخطيب، مع أخوة ضحوا لأجلك يا حبيب، لن نبتئس لن نندحر، فالليل يعقبه النهار وضوء آت لا محال، فلكم أذقنا الخصم من نار السموم، ولكم تعرضنا لنقد الحاسدين، لن نبتئس لن نندحر، أبطالنا أسيادكم، أشبالنا نصر لكم، أشبالنا نصر لنا، عجبا لكم ما بالكم، أنسيتم فرساننا؟ أنسيتم أشبالنا؟ أنسيتم نادي المبادئ والوفا؟ كم نال نصرا بعد نصر بعد نصر، فالله ناصرنا وباني مجدنا، نمضي كأسد الغاب لا نخشى خفاتيش الظلام، نمضي كموج هادر يعلو العباب، نمضي كنسر جارح فوق السحاب، والراية الحمراء تخفق في الروابي والسفوح، والله راعيها على مر الدهور، فهنأ بنصر قادم نادي الأحبة والوئام، من قلب غزة نبتغي لكم التقدم والصلاح، من قلب غزة نبتغي لكم التقدم والصلاح، والله يرعاكم ودمتم في فلاح. والله يعني دمتم في فلاح يا دكتور. نعم يا حبيبي، دمتم في فلاح. كل خير يا دكتور جهاد. استعير منك يعني. احنا اتمنى الفلاح والفوز والصلاح لنادينا الحبيب ولنادينا الحبيب في مصر، والله يرعانا فعلا، والله يرعانا، وسيكون معنا ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله. وتحياتنا لغزه واهل غزه جميعا يا رب. الله يحفظك. يعني انا لي بعض قصائد يعني غير كده، من زمان كتبت قصيده لوائل جمعه ولأبو تريكة ولبركات، ده شيء عارف هل الوقت نسمعكم بعض حاجات لا منها؟ اكيد هيبقى لنا لقاءات تانية كتيرة، لانه الحقيقه يعني احنا في عرض الحديث عن الاهلي وصن داونز، بالتاكيد التغني وكل الاحتفاء بكل نجومنا هيكون ليها مناسبات تانية ان شاء الله يا دكتور جهاد. يا سيدي احنا سعداء جدا، وندعو الله تعالى ان نتواصل دائما على خير وعلى محبة دائما إن شاء الله، وبارك الله فيكم جميعا. تحياتنا إليكم وإلى الشعب المصري الحبيب من صغيره إلى كبيره، والله يرعانا جميعا بفضله. شكرا جزيلا للدكتور جهاد الباز من غزة. الليل يعقبه النهار يا باشمهندس. بإذن الله إن شاء الله.